موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قد سبق أن ذكرنا فوائد الآيات من قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، والآيتين بعدها في قصة غزوة حنين عند موضعها من السيرة كما سبق، ونذكرها حتى يتم لنا تفسير سورة التوبة كاملا إن شاء الله.
قال ابن كثير قال ابن جريج عن مجاهد هذه أول آية نزلت من براءة يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزواتهم مع رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنزل الله نصره وتأييده على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلا ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن تغلب 12000 من قلة. خير الصحابة يعني خير الأصحاب يعني إذا اجتمع مجموعة مع بعضهم فأفضل ما يكون الاجتماع أن يكون 4 وهو حديث صحيح. وخير السرايا السرية التي تخرج من الجيش وتعود إليه يعني تغزو على يعني على قوة الجيش أثناء الغزو ذهابا أو إيابا تخرج سرية من الجيش ثم تعود. والجيش وهو الذي يخرج فيه القائد الكبير ولن تغلب 12000 من قلة إن غلبوا فيغلبون بسبب تفرق الكلمة أو بسبب ضعف الإيمان أو بسبب يعني عدم امتثال الطاعة أو أي أمر من الأمور ليسوا من قلة. يقول وهكذا رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. وقد رواه ابن ماجة والبيهقي وغير أكثم بن الجون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه والله أعلم. وقد كانت وقعة حنين بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة وذلك لما فرغ صلى الله عليه وسلم من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن هوازم جمعوا له ليقاتلوه وأن أميرهم مالك بن عوف النصري ومعه ثقيف بكمالها وبنو جسم وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وهم قليل وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر وقد أقبلوا ومعهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقبضهم وقضيبهم كناية عن أنه جاءوا بجميع جمعهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح وهو 10000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2000 أيضا. فسار بهم إلى العدو فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلس الصبح يعني في ظلمة الصبح قبل أن ينتشر الضوء. انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ساوروهم ورشقوا بالنبال وأصلتوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل. ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدو والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسر يثقلانها لئلا تسرع السير وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة ويقول أين إلي عباد الله إلي أنا رسول الله يقول إلي عباد الله إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول في تلك الحال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وثبت معه من أصحابه قريب من 100، ومنهم من قال 80، فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، والعباس وعلي والفضل بن عباس، وأبو سفيان ابن الحارث، وأيمن ابن أم أيمن، وأسامة بن زيد، وغيرهم رضي الله عنهم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم عمه العباس، فكان جهير الصوت، أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا، فجعل ينادي بهم: يا أصحاب الشجرة، ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة، فجعلوا يقولون: يا لبيك يا لبيك. وانعطف الناس، فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس ذرعه، ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمعت شرذمة منهم، أي جماعة، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يسبقوا الحملة، وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره، فقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. ثم رمى القوم بها، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال، ثم انهزموا. فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما ترجع بقية الناس إلا والأثارى مجندلة مقيدة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملقون مقيدين. وروى الإمام أحمد عن أبي همام عن أبي عبد الرحمن الفهري، واسمه يزيد بن أسيد، ويقال يزيد بن أنيس، ويقال كرز، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فشرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، حان الرواح؟ فقال: أجل. فقال: يا بلال، فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال: أسرج لي فرسي. فأخرج سرجا دفتاه من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر، ليس فيهما كبر ولا يعني فخر على الناس، ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فأسرج. فركب وركبنا، فصففناهم عشيتنا وليلتنا، فتشامت الخيلان، فولى المسلمون مدبرين، كما قال الله تعالى: ثم وليتم مدبرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله. ثم قال: يا معشر المهاجرين، أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه، فأخذ كفا من تراب، فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه، أي قبحت، فهزمهم الله تعالى. قال يعلى ابن عطاء: حدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا، وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على الطست الجديد. وهكذا رواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة. وروى محمد بن إسحاق عن جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبق رسول الله، فسبق مالك وجيشه الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، يعني إلى الوادي، فأعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحمائه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح، فلما انحط الناس ثارت في وجوههم الخيل فاشتدت عليهم، وانكفأ الناس منهزمين لا يقبل أحد على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين
يقول: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلا شيء، يعني لم يستجيبوا. وركبت الإبل بعضها بعضا، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس قال: يا عباس اصرخ يا معشر الأنصار، يا أصحاب السمرة، فأجابوه: لبيك لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك، فيقذف درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه، ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100، فاستعرض الناس فاقتتلوا. وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار، ثم جعلت آخرا بالخزرج، وكانوا صبرا عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركابه، فنظر إلى مجتلد القوم فقال: الآن حمي الوطيس، يعني اشتد قتال المعركة. قال: فوالله ما رجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ملقون، فقتل الله منهم من قتل، وانهزم منهم من انهزم، وأفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأبناءهم. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رجلا قال له: يا أبا عمارة، أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماه، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا، فأقبل الناس على الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانهزم الناس. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان ابن الحارث آخذ بلزام بغلته البيضاء وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال ابن كثير: قلت: وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة التامة، أنه في مثل هذا اليوم في حومة الوغى وقد انكشف عنه جيشه، وهو مع هذا على بغلة وليست سريعة الجبي ولا تصلح لكر ولا لفر ولا لهرب، وهو مع هذا أيضا يركضها يدفعها ويسرعها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سينصره ويتم نصره ويتم ما أرسله، لأنه سينصره ويتم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان. ولهذا قال تعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله، أي طمأنينته وثباته على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين أي الذين معه، وأنزل جنودا لم تروها وهم الملائكة، كما روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن عبد الرحمن مولى بن برثم قال: حدثني رجل كان مع المشركين يوم حنين، قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلبشة، قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه، فقالوا لنا: شاهت الوجوه ارجعوا، قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها، يعني كانت الهزيمة. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال ابن مسعود: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس، وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، قدمنا ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء يمضي قدما، فحادت بغلته فمال عن السرج، فقلت: ارتفع رفعك الله، قال: ناولني كف من تراب، فناولته، قال: فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال: أين المهاجرون والأنصار؟ قلت: هم هناك.
قال اهتف بهم، فهتفت بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنها السهب، وولى المشركون أدبارهم. ورواه الإمام أحمد في مسنده بنحوه. وروى الوليد بن مسلم عن شيبة بن عثمان قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد علي، يعني انكشف الناس من حوله ولم يعد معه من يعني يدفع عنه من جنوده، ذكرت أبي، قال شيبة ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت اليوم أدرك ثأري منه. قال فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب قائما عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العداد، يكشف عنها التراب الغبار، فقلت عمه ولم يخذله. قال فجئته عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، فقلت ابن عمه ولم يخذله. فجئته من خلفه فلم يبق إلا أن أثوره ثورة بالسيف، إذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق، فخفت أن تحمش أن تمحشني، يعني تحرقني. نعم، قال فخفت أن يخمشني، لا صح، يعني يحرقني. قال فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرى، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا شيب يا شيب أدن مني، اللهم أذهب عنه الشيطان. قال فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري، فقال يا شيب قاتل الكفار. رواه البيهقي عن مصعب بن شيبة، رواه عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت أنا واقف معه يا رسول الله إني أرى خيلا بلقى، فقال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر، فضرب بيده على صدري، ثم قال اللهم اهد شيبة، ثم ضربها الثانية، ثم قال اللهم اهد شيبة، ثم ضربها الثالثة، ثم قال اللهم اهد شيبة. قال فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هزم الله تعالى المشركين. وقال محمد بن إسحاق حدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن زهير بن مطعم قال إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء بسط أسود حتى يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. وقال سعيد بن السائب بن يسار عن أبيه قال سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد، فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين، فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الطست فيطن، فيقول كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. فقد تقدم له شاهد من حديث يزيد بن أبي أسيد والله أعلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم. ولهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقوله ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم، قد تاب الله على بقية هواجن فأسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما،
فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم فاختاروا سبيهم، وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة، فرده عليهم وقسم الأموال بين الغانمين، ونفل أناسا من الطلقاء يتألفوا قلوبهم على الإسلام، فأعطاهم 100 من الإبل. وكان من جملة من أعطى 100 مالك بن عوف المصري، واستعمله على قومه كما كان، فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها: ما إن رأيت ولا سمعت مثله في الناس كلهم بمثل محمد صلى الله عليه وسلم. أوفى وأعطى للجزيل إذا ازتدى، ومتى تشأ يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالشمهري وضرب كل مهمد، فكأنه ليث على أشباله، وصف الهباء في خالد في منقضي. يخبرك ما في غدي. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك من الجارية أنكره عليه الصلاة والسلام. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا من المسجد الحرام. يريد ابن كثير رحمه الله أن يبين أن النجاسة المذكورة في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، إنما هي نجاسة معنوية، نجاسة القلوب، نجاسة الاعتقاد الفاسد، نجاسة الشرك الذي حل في صدورهم وقلوبهم، والعياذ بالله، وليست النجاسة الحسية. وإن قال بها طائفة من أهل العلم أن المشركين أنجاس حسا، وقالوا بنجاسة كل كافر إذا عرق مثلا فثيابه التي عرق فيها يجب أن تغسل، وإذا أكل أو شرب فسؤره نجس يجب أن يغسل، لكن جمهور أهل العلم على أن الآدمي طاهر حسا، وأن النجس في القلوب لا في الأبدان، واستدلوا بأدلة كثيرة لحمل هذا النجس المذكور في الآية على النجس المعنوي الذي هو نجس الدين، فساد الاعتقاد. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، توضأ من قربة مشركة ولو كانت نجسة وسؤرها نجس، وهو يعلم أنهم يشربون ويعرقون ويضعون أيديهم في هذه الأواني، لو كانت نجسة لما توضأ منها ولما أخذ من مائها. وكذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عامل المشركين وبايعهم، ولم يكن يأمر المسلمين بغسل شيء من هذه الأواني ولا من هذه الملابس إلا ما خيف أن يكون قد أكلوا فيه خنزيرا أو ميتا أو شربوا فيه خمرا، وأما ما سوى ذلك من الملابس والطعام والشراب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم ولا يتحرز من ذلك، وهذا هو الصحيح. قال الذين هم، قال أمر الله تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية، وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عامئذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحد بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا، حكم به شرعا فلا يجوز أن يمكن مشرك من دخول الحرم، من دخول الأرض الحرم كلها، فالمسجد الحرم هنا المقصود به الأرض الحرام، واحتياطا لذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من دخول جزيرة العرب كلها. ومن العلماء من يقول هي جزيرة العرب المعروفة، ومنهم من يقول هي الحجاز تسمى جزيرة العرب، والله أعلم. وذلك حماية من أن يصلوا إلى الأرض الحرام، إلى أرض المسجد الحرام. وأما قدرا فهو الأصل، وهو أن الله ما مكن المشركين المظهرين شركهم من دخول المسجد الحرام،
ولو وقع ذلك لم يقع لنا، وإنما يستتر ويظهر الإسلام. قد يقول البعض فهناك من نعلم أنهم يدخلون خفية، يقول لا يستطيعون إلا أن يظهروا الإسلام. نعم المنافقون دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، ولكن ما سلط الله عز وجل كافرا يدخل مكة معلنا كفره ويدخل يعني سلطان له على ذلك، فإن هذه الأرض جعلها الله عز وجل كذلك إعزازا لدينه سبحانه وتعالى. لذلك نقول هم قدرا إذا دخلوا لا يظهرون الكفر، وإنما يتدثرون بالإسلام فيكونون من المنافقين، والله أعلى وأعلم. وروى عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قال إلا أن يكون عبدا أو أحدا من أهل الذمة. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فروى الإمام أحمد عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل مسجدنا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم. تفرد به الإمام أحمد مرفوعا، لكنه ضعيف مرفوعا، الثابت أنه موقوف، وقال والموقوف وصح إسنادا. وروى الإمام أبو عمرو الأوزعي، وقال الإمام أبو عمرو الأوزعي كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى إنما المشركون نجس. وقال عطاء الحرم كله مسجد لقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الحرم كله مسجد يقصد أن الأرض الحرام كلها تسمى المسجد الحرام، وبهذا احتج من يقول أن الصلاة مضاعفة في الأرض الحرام كلها بمئة ألف صلاة في جميع البقاع من الأرض الحرام. والصحيح إن شاء الله أن التضعيف بمئة ألف هو خاص بمسجد الكعبة، وأما أن الأرض الحرام كلها مسجد فكلام صحيح وتسمى مسجدا والصلاة فيها أفضل من غيرها، لكن التضعيف إنما يكون في مسجد الكعبة للحديث الصحيح في ذلك لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال مسجد هذا ومسجد الكعبة والمسجد الأقصى. وإذا أطلق ذلك فالمقصود أن يكون هو المسجد الذي بجوار الكعبة، إلا أن يدل دليل على إرادة غير ذلك. فالأصل ما ذكرنا، والقرائن المحتفة بالكلام تصرفه إلى أحد المعاني، مثل قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، معلوم أن الذبح لا يكون بجوار الكعبة مباشرة وإنما يبلغها إذا بلغ الأرض الحرام، هديا بالغ الكعبة، والمقصود أنه يبلغ ما حولها. فالقرينة قوية جدا في السياق، فلا يكون دليلا على أن كل كلمة بالغ الكعبة أو بلغ الكعبة أو حول الكعبة أنه يكون الأرض الحرام كلها. ومعلوم أن النساء الحيض وكذا الجنوب لا يمنع من الأرض الحرام، وإنما يمنع من الموضع الذي يطاف حوله، الذي يطاف فيه حول البيت، وهو المسجد، مسجد الكعبة. كما أن الطواف لابد أن يكون داخل المسجد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فمنعها من الطواف ومنعها من دخول المسجد كذلك بالأولى، والله أعلم. ومن هنا نقول أن الحرم كله مسجد، كله مسجد نعم، ولكن لا يلزم من ذلك التضعيف بمئة ألف إلا في مسجد الكعبة. قال ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، أي بمفهوم المخالفة، إنما المشركون نجس يفهم منها أن المؤمنون ليسوا بنجس. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن لا يندس، قال ولما ورد في الصحيح المؤمن لا يندس، بمفهوم المخالفة أن المشرك يندس. أما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب، وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم
فقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ. رواه ابن جرير. عن هذا ضعيف، لأنه إذا صافحه فليغسل يده، إن كانوا أنجاسا من جهة العرق فهذا يلزم منه غسل اليد وليس نقض الوضوء، فإن لمس النجاسة لا ينقض الوضوء إنما يوجب الغسل. قوله تعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال محمد بن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فأنزل الله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، من وجه غير ذلك إن شاء، إلى قوله: وهم صاغرون، أي أن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله تعالى بما قطع أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وأكرمة وسعيد بن زبير وقتادة والضحاك وغيرهم: إن الله عليم، أي بما يصلحكم، حكيم، أي فيما يأمركم به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فأن هذا جزء من فضل الله يسير، وإلا فالأموال التي غنمها المسلمون من فتحهم الأقطار أعظم بكثير من الجزية، وكذلك ما حصل لهم من اتساع التجارات في الأقطار التي افتتحوها في المشارق والمغارب أضعاف أضعاف ما كانوا عليه من مكاسب التجارة في الحج مع المشركين، بالإضافة إلى ما يسر الله لهم من يعني بناء الأمصار في أرض فيها من الرخاء والسعة والبركة في الشام والعراق ومصر وبلاد فارس، وتقسيم كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل، كل هذا من فضل الله سبحانه الذي أغناه الله سبحانه. يقول: فقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ولا بما جاءوا به، وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيه، لا لأنه شرع الله ودينه. لأنهم لو كانوا مؤمنين بما في أيديهم، لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه، فلما جاء وكفروا به وهو أشرف الرسل علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين، لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم، فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء، وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم صلى الله عليه وسلم. بل كما ذكر أولا لم يبق لهم إيمان أصلا. قال الله: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والكفر بالقرآن وعدم تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو ناقض ومحبط لما معهم من التصديق بالرسل، لا نقول من الإيمان بالرسل، من التصديق بالرسل أو ببعض الرسل، لأن التصديق لا يلزم أن يكون إيمان، وكذا محبط لتصديقهم بالله عز وجل ولتصديقهم باليوم الآخر، فليس التصديق فقط يكون إيمانا. نفى الله عنهم الإيمان وبين أنهم من أهل الكتاب، فقال: لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يقول ابن كثير: ولهذا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستقامت جزيرة العرب لأمر الله، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم
بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9. ولهذا تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، ودعا الناس إلى ذلك وأظهره لهم، وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فنددهم فأوعبوا معه، استوعب كل من حوله، واجتمع من المقاتلة نحو من 30,000. وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم، وكان ذلك في عام جد ووقت قيض وحر، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الشام لقتال الروم، فبلغ تبوك فنزل بها وأقام بها قريبا من 20 يوما، ثم استخار الله تعالى في الرجوع، فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس، كما سيأتي بيانه بعد إن شاء الله تعالى. كما أنه لم يجد الروم في المكان الذي ظنهم به، وتمهدت كذلك معظم القبائل المحيطة بالشام المحيطة في شمال الجزيرة العربية بأن أقروا ودفعوا الجزية، وصالحهم النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف الناس قوة أهل الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى، فتحققت المنافع المقصودة من الغزوة. قال: وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو من أشبههم كالمجوس، لما صح فيهم الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر. هذا ثابت. قال من قال ذلك أن المجوس ألحقوا بأهل الكتاب لأنهم كان لهم كتاب فرفع، فلهم شبهة كتاب، وهذا ليس بصحيح، ولا يثبت أن كان لهم كتاب، ولو ثبت أنه كان لهم كتاب فرفع لزال حكمه، فهذا قول ضعيف. قال: هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله: تؤخذ من جميع الأعاجم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين، ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وهذه رواية ثانية عن أحمد. وكما ذكرنا أن هذا المذهب حاصله بعد انقراض المشركين من العرب هو مذهب مالك. في الواقع أن حاصل هذا المذهب مذهب مالك الآتي: لأن المشركين من العرب قد انقرضوا، لم يبق من العرب إلا كتابي أو مرتد، فالمرتد إجماعا لا تقبل منه الجزية، وأما الكتابي فتقبل منه إجماعا، ولم يبق إذن مشرك عرب يمنع أخذ الجزية منهم. قال ابن كثير: وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابي ومجوسي ووثني وغير ذلك، ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذا والله أعلم. وأرجح الأقوال مذهب مالك، وأوضح دليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى 3 خصال، فأيتهن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. وذكر الإسلام والبقاء في ديارهم مع جريان أحكام الإسلام عليهم الجزية، هذه خاصة الثالثة، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فذكر الجزية وقال: إذا لقيت عدوك من المشركين، وهذا من أقوى الأدلة وأعمها. وقوله: حتى يعطوا الجزية، أي إن لم يسلموا عن يد، أي عن قهر لهم وغلبة، مقهورين مغلوبين. والقول الآخر: عن يد، أي عن قدرة، فالعاجز عن الجزية لا يكلفها. فإذا كبرت سن اليهود أو النصراني أو المجوسي ولم يكن له كسب وعجز عن الجزية سقطت عنه. فقراء أهل الكتاب لا يدفعون الجزية، الصغار والنساء لا يدفعون الجزية، وإنما تؤخذ الجزية من كل حال، من كل ذكر بالغ، وأما الصغار والنساء فلا تضرب عليهم الجزية، والشيوخ الفانين الذين عجزوا عن الكسب لا تؤخذ منهم الجزية، لأن الإسلام دين الرحمة
قال حتى أضجت عن يد أي عن قهر لهم وغلبة، وهم صاغرون أي ذليلون حقيرون مهانون. وهذه الآية أوضح ما يدل على حكمة تشريع الجزية، وهي إعلاء دين الله عز وجل وتصغير الكفر وإذلال الكفر وأهله، وأن ضرب الجزية إعلام بخضوعهم وذلهم لسلطان الإسلام، وأن دين الله قد ظهر في هذه البقعة. فهذا الذي هو غصة في حلوق الكفرة والمنافقين، هذه الآية لا تمر عليهم، يريدون لها تحويرا وتبديلا ولا يجدون لها ذلك. الآية من أصرح ما يكون وأوضح ما يكون، وتكذيبها كفر والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى أوجب الصغار عليهم بنص القرآن لا يحتمل غير ذلك، فلا يجوز أن يقال هم كالمسلمين، نعوذ بالله. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون. يقول: فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم، وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى من أهل الشام، يعني عند فتح بيت المقدس، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان، يعني النصارى اللي بتكلموا، سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا قلابة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين. يعني هذه البلد التي فتحت لا يجدد فيها، لا يبنى، لا تحدث فيها كنيسة، فضلا عن الأمصار التي نصرها المسلمون، فلا يجوز أن يحدث فيها ديرا ولا كنيسة ولا صومعة. قال: ولا نحيي منها ما كان خططا للمسلمين، يعني ما أراد المسلمون أن يبنوا فيه مدنا، فلا يحيوا هذه الأرض ببناء ولا زراعة ولا يتركوها لتصير مدنا إسلامية. قال: وألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، يعني ليست حصونا، يعني لا يستطيع أحد أن يدخلها، وإنما مفتوحة الأبواب يدخلها المسلمون متى أرادوا وينزلون كضيوف بها من غير أن يؤذوهم. قال: وأن ننزل من مر بنا من المسلمين 3 أيام نطعمهم، ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن، يعني لا يعلموهم لأجل أنهم لا يعلمونهم على سبيل الإيمان، وإنما يريدون غير ذلك فيمنعون منه، إلا أن يريد أحد أن يتعلم القرآن للإيمان، إنما يعلم القرآن للإيمان. قالوا: ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، يعني ليس لهم أن يدعوا إلى شركهم، وليس لهم أن يظهروه في طريق المسلمين ولا في مدن المسلمين، ولا أن يعلنوا هذا الكفر ولا أن يدعوا إليه. قالوا: ولا نظهر شركا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه. شرط عليهم أنهم من أراد الدخول لا يمنعونه، فضلا أن يفتنوه عن دينه ويعذبوه حتى يقتلوه والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قال: وأن نوقر المسلمين، وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم،
في قلنسوة ولا إمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم، لا ولا نركب السروج ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله معنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور يعني للمسلمين، وأن ندز مقاديم رؤوسنا حتى يظهروا أنهم أهل ذمة ليسوا كالمسلمين، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزمانير على أوساطنا الحبال يربط حبلا ليعلم أنه من أهل الذمة، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، الصليب جوه الكنائس وليس عاليا مرتفعا، وألا نظهر صليبا ولا نظهر الصليب على كنائسنا، وألا نظهر صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيفا، وألا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نخرج سعانين هشعانين الزعف ونحو ذلك في الأعياد، ولا باعوثا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورهم بموتانا حتى لا يؤذوهم أحياء ولا أموات، ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين. يعني لو واحد مسلم اشترى عبد ولو كافر او اما ولو كافرة يبقى يمتنع من شرائهم بعد ذلك، يظل يدور بين ايدي المسلمين فقط. ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وان نرشد المسلمين، ولا نطلع عليهم في منازلهم. قال: فلما اتيت عمر بالكتاب زاد فيه: ولا نضرب احدا من المسلمين. شرطنا لكم ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان، فإن نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فلا ذمة لنا. أي مخالفة لذلك تنقض عهد الذمة عندهم. وقد حل لكم منا، يعني إذا خالفنا في الشروط، وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاناة والشقاق. هذه الوثيقة المشهورة بالوثيقة العمرية، وإن كان إسنادها فيه مقال إلا أن شهرتها تغني عن الإسناد، وقد ذكرت في عامة كتب الفقه محتجا بها على أنها الشروط التي يلزم أهل الذمة أن يلتزموا بها، ويلزمه المسلمون بذلك حتى تثبت لهم الجزية. فهذه الأحكام هي التزام أحكام الإسلام، وأما دفع الجزية ففي كل عام، وهي كما ذكرنا في حديث معاذ أمره أن يأخذ عن كل حالم دينارا، كل بالغ من الذكور يدفع دينارا واحدا ما يوازي يعني 4 جرامات ذهبية كل عام، يعني ضريبة سنوية على أهل الكتاب. المسلمون امتن الله عز وجل عليهم بدفع الزكاة، ليست الجزية بمناظرة للزكاة، الزكاة نماء وطهارة، والجزية فرض ذل وصغار على الكفار ليظهر دين الله عز وجل في البقعة التي ظهر الإسلام فيها. وهذه الآية الكريمة تدل على أن سبب قتال الكفار أنهم لا يؤمنون، عدم الإيمان الكفر بالله وباليوم الآخر هو السبب المقتضي لقتالهم، وذلك أنه لا يجوز للكافر الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله، أي لا يلتزم تحريم حدود الشرع لئلا يزعموا أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر. كما ذكرنا القرآن حكم أنهم لا يؤمنون ولو أقروا بوجود الله وبوجود اليوم الآخر، لكن ليس الإقرار بالوجود هو الإيمان، فلا بد أن يلتزموا تحريم ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحليل ما أحل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يدينوا دين الحق الذي هو دين الإسلام. فالسبب في قتالهم أنهم كفار، وكما ذكرنا ليس لهم أن يعلوا كفرهم ولا أن يفرضوه على الأرض، الأرض أرض الله عز وجل والعباد عباد الله، ومن حق العباد أن يصلهم نور الله سبحانه وتعالى ناصعا ظاهرا جليا، وهذا من أعظم ما يؤدي إلى أن يؤمنوا. الناس لا يكرهون على الإسلام،
لا إكراه في الدين، أو قول الله عز وجل لا يرغم أحد على الإسلام. والحقيقة أن الذين يقولون أن الناس أسلموا فرارا من الجزية هم من أكذب الخلق، وذلك كما ذكرنا أنه يدفع دينار واحد كل عام، يعني مبلغ زهيد جدا في بمقاييس زماننا هذا وفي الزمن الماضي، أقل بكثير مما كانت تأخذه دولة الرومان التي كانت تنتسب إلى الديانة النصرانية، من النصارى المخالفين والموافقين ومن اليهود ومن غيرهم كانوا يأخذون الضرائب المرهقة التي فرضوها على كل رعاياهم. فكيف يقال أن المسلمين أكرهوا الناس بدفع الجزية؟ ما أكرهوهم، بل الخدمات التي تؤديها الدولة المسلمة لهؤلاء الكفار أضعاف أضعاف هذا الذي يأخذونه الجزية. وكما نؤكد أن هذا ليس في مقابلة الخدمات، وإنما كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إعلان الصغار وإعلان التزام شريعة الإسلام وأنهم تحت سلطان الإسلام. وأما الخدمات فلأنهم صاروا رعايا دولة إسلامية يرعاه المسلمون، ولذلك كما ذكرنا لو عجز واحد منهم عن أداء الجزية أو لم يكن أهلا كالنساء والصبيان ومن عجز عن أدائها من الشيوخ فإنه لا تمنع منه الخدمات التي تؤديها الدولة المسلمة له من حمايته وتأمينه والدفاع عنهم وضد أعداء الأمة جميعا، فلا يسلمهم المسلمون إلى أحد. وكذلك لو جاعوا أطعموا، ولو مرضوا غلدوا، ولو عاروا كسوا حتى من بيت مال المسلمين، فهذا كما ذكرنا ليس في مقابل الجزية، ولكن أنهم صاروا رعايا للدولة المسلمة، ولكن صاروا ذميين ليسوا كأهل الإسلام الذين لهم الحق الأول والأعظم في هذه الدولة. والمسلمون لا يجوز أن يستحيوا من هذه الأحكام، والكفار في كل مكان يجعلون المسلمين ليسوا في المرتبة الثانية ولا في الثالثة. انظر مثلا إلى وضع الطبقات الاجتماعية عند اليهود، ماذا يجعلون، حتى هناك طبقات لليهود أنفسهم، يهود الغرب غير يهود الشرق، وأما آخر الطبقات في المجتمع أقلها حقوقا هم أهل الإسلام، الدروز عندهم فوق المسلمين وهم لا يستحيون من ذلك، مجتمع طبقي عنصري بلا شك وهم لا يستحيون من ذلك. والكفار الغربيين الذين يتصدقون بحقوق الإنسان، هل هم في الحقيقة يعطون من تدنس بمنسياتهم من أهل الإسلام حقوقهم؟ بل يدعونهم مواطنين من درجة الرابعة أو الخامسة، ويعني من كان منهم على ملتهم قدموه على من خالف تلك الملة، ثم من كان من المسلمين يعني لم يتجنس بالجنسية فهو ليس له حقوق ولا يبحث عن حقوقه نهائيا حتى في العمل وحتى في الكسب، ولا يسمح له بأنواع من الحقوق التي يزعمونها. فلماذا يعني يتصدق البعض بأن هذه الجزية يعني قد مضى عهدها وزمانها؟ نعوذ بالله. قرآن نزل ما نسخه زبالة أفكار المتخاذلين من الزنادقة والمنافقين. القرآن لا ينسخ، هذه الشروط طبقها عمر رضي الله عنه، والآية عمل بها المسلمون عبر العصور، وهي موجودة في جميع المذاهب الفقهية بلا استثناء، والسنة أثبتتها، فماذا ينسخ ذلك؟ حتى يقول أحدهم مثلا أنهم مواطنون لا ذميون، وأن هذا التقسيم قد مضى عهده، والبعض يقول لا نشغل أنفسنا بهذا الأمر، لا، نحن وإن عجزنا عنه لابد أن نعتقده. البعض يقول أن هذه الآية وغيرها أو هذا الحكم لا نشغل أنفسنا به الآن، وعندما يأتي وقت العمل به سوف نتكلم فيه. نقول لا، هذه الآية الله عز وجل أنزلها وذكرها في كتابه تتلى إلى يوم القيامة، وهو عز وجل يعلم أن المسلمين سيصيبهم ضعف شديد، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال منعت العراق درهمها ودينارها ومنعت الشام، قال مديها ودينارها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها وعدتم من حيث أتيتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنه ستمنع هذه البلاد ما يؤخذ منها، وسيعود الإسلام غريبا كما أخبر كما بدأ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالله عز وجل ذكر هذه الآية تذكر في القرآن العظيم وتتلى في المحاريب وتذكر في مجامع المسلمين. لماذا؟
يعتقدها أهل الإسلام. نعم نحن نعتقد ذلك، أن المسلمين بجميع ألوانهم وأجناسهم وأوطانهم وقومياتهم هم المواطنون من الدرجة الأولى في المجتمع المسلم، ولا نجعل غيرهم كمثلهم. المسلمون هم المقدمون، ولا بد أن يتميزوا عن غيرهم في هذا المجتمع، ولا تفاوت بينهم، لا فضل لعربين على عجمين إلا بالتقوى. لا تبنى هذه الدولة على أن جنسية معينة لها الحقوق وغيرها ليس له الحقوق. الدولة المسلمة مبنية على أن جنسية المواطن فيها أنه مسلم، بمجرد أن يسلم ولو كان بالأمس كافرا يحصل على جميع الحقوق التي يحصل عليها كل مسلم، إلا أن يكون عليه حق من نوع ما فيؤدى ذلك الحق. لكن كما ذكرنا العلة في ذلك أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، وكما ذكرنا على الراجح من غيرهم. والحكمة في ذلك إثبات الصغار، وأنهم يظهرون التزام أحكام الإسلام، ولذلك شرط عقد الذمة أن يلتزموا أحكام الإسلام ويعلوا الإسلام هذه البلاد، وأن يدفعوا الجزية كما ذكرنا. إن عجزوا عن دفعها سقط عنهم ما يعجزون عنه، ولا يجوز تعذيبهم في ذلك، كما رأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجالا قد أوقفوا في الشمس وصب عليهم الزيت، فقال فسأل عنهم فقال يعذبون في الجزية أو في الخراج، فقال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، ثم ذهب إلى الأمير ولم يرضى حتى أطلقوا وتركوا. فهذه رحمة الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا هذا هو شرع الله عز وجل. ونحن إن عجزنا عن إقامة هذا الحكم أو غيره من الأحكام فنحن ندين الله عز وجل به، ونعتقد أنه لازم للمسلمين أن يقيموه في بلادهم، ولا يقر كافر أن يقيم أكثر من عام باتفاق العلماء في بلاد المسلمين من غير أن يدفع الجزية للدولة المسلمة، إظهارا للصغار الذي فرضه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. وهذه الجزية ليست ضريبة خدمة عسكرية كما يقول البعض من المتأخرين أيضا، أنها نظير الخدمة التي الدفاع عنهم، وأن خالد بن الوليد رد الجزية لما أراد أن لا يدافع عن أهل الذمة. نقول هذا الأمر أولا إثباته بالأسانيد ليس بصحيح، ليس بثابت عن خالد أنه رد الجزية لما عجز عن الدفاع عنهم، وهذا لا يثبت ولا يعرف بإسناد صحيح تبنى عليه الأحكام. وثانيا أن هذا الأمر كما ذكرنا ليس في مقابل الخدمات، تؤدى لكونهم أهل ذمتنا. وشيخ الإسلام تيمية عندما أراد التتار، عندما أتى قازان وأراد دخول دمشق، وخرج إليه شيخ الإسلام تيمية وربخ قازان هذا أحد قادة التتار لمطالب شيخ الإسلام، ولكن طلب أن يخلوا بين التتار وبين أهل الذمة، فقال لا نترك أهل ذمتنا، ونحن إنما أعطيناهم الأمان على ذلك، فلا بد أن يعاملوا كمعاملة المسلمين في حفظ الدماء والأعراض والأموال. ليس أنهم كالمسلمين في الحقوق، ولكن أعني أنهم في حفظ الدماء وحفظ الأعراض وحفظ الأموال، ولا يجوز أن يسلمه المسلمون لأعدائهم أو لمن أرادهم بسوء. وليس كما ذكرنا في مقابل، لأن هذه الجزية تدفع ليكونوا صاغرين، وكونهم يأخذون الدفاع عنهم وحرمة الدماء والأموال ويأخذون الحقوق وكما ذكرنا الخدمات المختلفة، ليست هذه إلا لكونهم صاروا رعايا للدولة المسلمة. وإذا أراد المسلمون أن ينسحبوا من هذه البلاد لعلة ما فليردوا الأمر إليهم إن قبلوهم ذلك، وإلا فلو التزموا. أننا ما زلنا نريد هذا العقد، فيجب على المسلمين أن يدفعوا عنهم وأن يرحلوا بهم كما يفعلون بأهل الإسلام في حفظ الدماء والأعراض والأموال، والله سبحانه وتعالى أعلم. والبعض يقول إذا قاتلوا معنا سقطت الجزية، كل هذا من الانهزامية الحاصلة. نقول وما الذي يجعلهم يقاتلون معنا؟ نحن نقاتل في سبيل دين، ولا يقاتل معنا مشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نستعين بمشرك. ولا يجوز إسقاط هذا لأنه ليس في مقابل هذا، فحتى لو قاتلوا اختيارا فلا يجوز، ومع تصحيح أن ذلك لا يجوز لما سقط عنهم ما أوجب الله في كتابه.
ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فكيف يقال ان هذا في مقابل الخدمة العسكرية وهم يؤدونها فتسقط؟ هذه كلها اباطيل لا يقولها عالم من اهل العلم، وانما كما ذكرنا اصول انهزامية، مع اننا لو نظرنا الى ما يعاملون به المسلمين لعلمنا يقينا انهم لا يرقون في من الا ولا ذن اذا ظهروا عليهم، ولا يراعون لحقوق الانسان، ولا ان المسلمين انما ينظرون الى حقوق الانسان عندهم، الانسان عندهم هم الانسان الغربي، اما باقي البشر فليسوا بانسان، ولذلك لا يعاملونهم كبشر. الحيوانات عندهم لها حقوق اكثر من حقوق المسلمين. هل ترون كلبا يسجن سنوات بلا يعني حقوق له يعرفها صاحبه، ولا يعرف من اين يعني يؤتى بعد ذلك، اي هل متى سيخرج بدون لا محاكمة ولا قانون ولا شيء؟ يرضونهم بان يحبس كلب من الكلاب كذلك؟ والله لا يرضون، عندهم ان هذه الكلاب لها حقوق، واما المسلمين فلا حقوق لهم، نسأل الله العافية. وهذا يؤكد لنا انهم لا يستحيون من باطلهم، فهل يستحي المسلمون من حقهم؟ نسأل الله ان يعافي المسلمين في كل مكان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: اذا كان المشركون نجس عقلي، فما الحكمة من اغتسال المشرك اذا اراد ان يدخل في الاسلام؟ حكمة من ذلك انه يكون ذنوبا حال كفره، ولذلك لا بد وان يغتسل، هذا هو الصحيح. ومن العلماء من يقول ان غسل الكافر تعبدي بدون النظر الى كونه كان ذنوبا ام لا، ولذلك نحن نقول اذا اسلم صبي دون البلوغ وهو مميز فوق العاشرة مثلا صح اسلامه ولا يحتاج الى غسل لانه لم يكن ذنوبا. وكذلك اذا ارتد انسان وعاد الى الاسلام مباشرة ولم يجنب حال كفره ولم يصر ذنوبا حال كفره، فالصحيح انه لا يلزمه اعادة الغسل، ونأمره بالغسل احتياطا خروجا من الخلاف. ومن العلماء من يقول ان الغسل يجب تعبدا وليس لاجل الجنابة، والصحيح انه من اجل الجنابة. لو اغتسل الكافر لم يصح غسله لانه على شركه، والشرك محبط للاعمال، والاسلام شرط في صحة الاعمال بما فيها الغسل والوضوء. يقول انه يصلي ويقرأ القرآن، وفي بعض الاحيان يصوم الاثنين والخميس ويقيم الليل، لكنه مدخن، فهل التدخين محبط لهذه الاعمال؟ نسأل الله ان يتوب عليه، لابد ان يتوب الى الله من هذا التدخين، لانه يكون في مقابلته حسنات بلا شك من حسناته، وربما يضيعها كلها فتحبط، والله عز وجل اعلم. نحن لا نجزم بكم يعني يقوم مقام التدخين. التدخين الصحيح انه كبير من الكبائر والعياذ بالله، لانه سم يتحساه الانسان يقتل به نفسه. يكتبون على علبة السجائر: التدخين يسبب الوفاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تحس سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم تحساه خالدا مخلدا فيها ابدا. والمواد السامة في السيجارة الواحدة تبلغ نحو من 80 مادة سامة، وتسبب انواعا من الامراض المهلكة. ولا يدخن سيجارة واحدة بل عدة سجائر في اليوم، وسيجارة فيها عدة انفاس تؤدي الى دخول المادة السامة الى الجسم. ومن هنا نقول ان التدخين حتى لو قلنا صغيرة فهو يصر عليه، وهذا يلحقه بالكبائر، فعليه ان يتوب الى الله بعزمة صادقة. التدخين ليس إدمانا لكنه تعود، فبالتالي يستطيع أن يوقفه فورا، لا يحتاج إلى تدريج. بل الصحيح أن كل المخدرات يمكن إيقافها فورا وبالعزيمة الصادقة، ولا علاج للإدمان إلا الالتزام الصادق، إلا التدين الحقيقي، إلا الالتزام بالدين، فنسأل الله أن يتوب عليه. عليكم السلام ورحمة. ما معنى حديث شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة؟ معناه لا ينقصان في الأجر إن كان كل واحد منهما 29، فهو شهر كامل في الأجر، لا ينقصان في الثواب
إذا كان أحدهما 29 يوما. والله أعلى وأعلم. فهو إذا صمنا 30 يوما أو 29 يوما فقد صمنا رمضان، فلا ينقص الأجر بنقصان عدد الأيام. عليكم السلام وبركاته. يقول في الركعة الأخيرة نسي الإمام أحد السرودين ثم سلم بعد الصلاة، ذكره المصلون فماذا يفعل؟ إذا كان في الركعة الأخيرة وذكره المأمون بعد السلام سجد السجدة الناقصة من جلوس، ثم رفع وقرأ التشهد مرة ثانية، ثم سلم وسجد سجدتيه. إذا فعل ذلك صح صلاته. وإذا كان قد ترك هذه السجدة من إحدى الركعات الأول فقد لزمته ركعة كاملة، لأن هذه الركعة التي ترك منها سجدة لم تتم إلا بالسجدة التي أتاها من الركعة التي تليها. هنا تمت الركعة ووقع ما بين السجدة المتروكة وما بين فعلها في الركعة الثانية وقع باطلا، لأن الترتيب ركن من أركان الصلاة، وبالتالي فإذا وقع خلاف الترتيب وقع باطلا، ومن هنا اكتملت ركعة من الأولى والثانية مثلا، فيجب أن يأتي بركعة كاملة. أما إذا كانت السجدة المتروكة في الركعة الأخيرة فعليه أن يأتي بالسجدة الناقصة، ووقع التشهد باطلا فليأتي بالتشهد بعد السجدة الثانية ثم يسلم، لأن التسليم أيضا وقع باطلا فعليه أن يسلم، ثم قد زاد في الصلاة كل هذا الذي وقع باطلا فعليه أن يسجد للسهو بعد السلام. خلاصة الكلام أن الذي ترك سجدة من الركعة الأخيرة عليه أن يسجد من قعود وأن يتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من الأربع، ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو. لا يسجد سجدة واحدة هي الناقصة، ويسجد سجدتين للسهو، سجدتين للسهو، لكن السجدة التي تركها يأتي بها. نعم، ثم يسلم بعد سجود السهو، سجد سجدتي السهو ثم سلم. هل يجوز مشاهدة صور جثث الشهداء بعد استشهادهم للاعتبار بهم، حيث يكونون مبتسمين مشرقي الوجه كأنهم يرون الجنة عند موتهم؟ أنا لا أرى المنع من ذلك، لكن نمنع تعليق هذه الصور وكثرة التعلق بها خشية الافتتان بهؤلاء. نسأل الله أن يلحقنا بالشهداء والصالحين. هل يجوز مصاحبة النصراني كزميل دراسة، وما حدود التعامل معهم في الأماكن التي تجمعنا معهم كالمدارس وأماكن العمل؟ أما الصحبة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فالصداقة من معاني الموالاة، ولكن أنت تعامله بالعدل، ويمكن أن تعامله بالإحسان أيضا، بالبر، إذا لم يكن محاربا للمسلمين ولم يكن معاديا للمسلمين. فيمكن أن تحسن إليه كأن تتألفه لأن تطعمه إذا جاع. لا يأكل طعامك إلا تقيا على مائدتك، ولكن يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فالأسير يكون في دار الإسلام من الكفار، وما ذلك يطعم. وكذلك يمكنك أن تعوده إذا مرض، وكل ذلك تتألفه على الإسلام، وأن ترد تحيته، فإذا سلم عليك قلت وعليكم، وإذا حياك بتحية رددتها. لا تبدأه بالتحية، ولكن إذا حياك بدأته رددت عليه التحية. إذا مد يده المصافحة صافحته، لأن هذه من التحية، ويعني تعامله بالعدل ولا تظلمه ولا تؤذيه بغير وجه حق. ومن جهة العمل كل إنسان بيعمل ويؤدي عمله دون يعني ظلم لغيره ممن معه. والله أعلم وأعلم. يجوز الأكل معي؟ المسلم الذي لا يصلي هل يجوز الأكل معه؟ إذا كنت تزجره بترك الأكل معه من باب الزجر والهجران لعله أن يتوب فنعم، وإلا فلا يحرم الأكل معه. حكم من يأخذ شبشب من أمام الحرم في مكة أو المدينة بدلا من شبشبه الذي لم يجده، وهل تعتبر الشباشب لقطة التي لا يجوز أخذها؟
حينما ان اصحابها يتركونها امام باب الحرم سيدنا سيطلعوا يلبسوها، مش عشان ان حضرتك تاخدها وتمشي، لا يجوز هذا الفعل، وهم لا يرضون بذلك، اصحابها لا يرضون بان تؤخذ احذيتهم ويخرجونهم حفاه الى منازلهم، فهذا امر لا يجوز، وهي لقطه فعلا، وبعضها غالي الثمن مما يعني يعد سرقه اذا اخذ، ولقطه تعرف، فعليه ان يتوب الى الله مما فعل وان يردها الى الحرم، واظنه قد ضيعها على صاحبها، فليتصدق عنه مع ربها بثمنها نيابه عنه لانه هو الذي ضيعها عليه. دفع ابوه عده الاف لتاجير شقه حيث يدفع شهريا 50 بدلا من 100 لمده عده سنوات، ثم بعد ذلك يدفع 100 ولم تحدد مده، هل هذا يجوز؟ هذا جائز خلال المده التي تنفق فيها هذه الالاف الى ان تنتهي، بعد ذلك يبدا يكون العقد اختياريا. يعني هو اتفق انه يدفع 50 جنيها شهريا في مقابل 50 جنيها تخصم من الايه؟ من العشره الاف التي دفعها مثلا. هنقول يبقى اذا مده الاجاره الملزمه الصحيحه هي 10,000 على 50 تساوي كام؟ 200 شهر. 200 شهر. يوم بقى 200 شهر بتساوي كام سنه؟ يبقى ملزمه. بعد ذلك يبقى الاجاره اختياريه. من حق صاحب العقار ان هو يسترد هذه العين. اما اذا اتفقوا على عدد محدد من السنوات بعد ذلك يقول له ولو شفهيا، ممكن يقول له شفاهة، يقول له طب احنا الاجاره دي قدامنا 60 سنه. يقول له ماشي يا عم، ما هو فاكرها مؤبده. يبقى 60 سنه دي لابد انه يقولها حتى ولو ما كتبهاش في العقد. فاذا كتبها، اذا اتفقوا على 60 سنه تبقى ملزمه 60 سنه، هيدفعوا 50 جنيه لغايه ما يخلصوا المقدم، ويدفع 100 جنيه بعد ذلك لغايه 60 سنه ما تخلص. يبقى الورثه من الطرفين يعرفوا ان العقد قد انتهى ويجددوه بمعرفتهم بعد ذلك. في كتاب فضل غني الحميد في الحكم غير ما انزل الله اثر ابي مجلز والاباضيه. ما هو هذا الاثر؟ اثر ابي مجلز والاباضيه، الاباضيه طائفه من الخوارج كانوا يناظرون ابا مجلز احد فضلاء التابعين رضي الله تعالى عنهم اجمعين، تلامذه ابن عباس. كان الاباضيه يكفرون حكام بني اميه وغيرهم ويرمون المسلمين بالكفر بالمعصيه. فكانوا يحتدون على ضلالهم بتكفير المسلمين بقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فقال لهم ابي مجلس كفر دون كفر، وذلك ان المعاصي كفر دون كفر، وليس انهم يستحلون. وقال انهم ياتون ما ياتون وهم يعلمون انه ذنب، فلم يكونوا يستحلون ولا يلزمون بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى، ولا يفضلون الحكم الجائر على شرع الله، ولا وجد انهم اتوا بتشريع مخالف لشرع الله الزموا الناس به، وانما كانت معاصي وذنوب يرتكبونها يظلمون الناس كما هو معلوم من حكام بني اميه وبني العباس ومن شابههم. فهذا اثر ابي مجلز والاباضيه، فهو في بيان ان الحكم بغير ما انزل الله منه ما هو كفر دون كفر. اكتبوا اكتب. احنا قلنا اهو الكلام كان على ما هو موجود في ذلك العصر في حكام بني اميه وامثالهم بني العباس ممن يجور ويظلم ويخرج عن شرع الله سبحانه وتعالى، لكنه من باب المعصية لا من باب الإلزام بخلاف شرع الله ولا استحلال مخالفة شرع الله عز وجل عليه الصلاة والسلام. حكم العمل في النيابة الإدارية. النيابة الإدارية تختص بالشؤون الإدارية، والأصل فيها الجواز، لأنه عبارة عن مراعاة العقود التي بين الموظفين وبين الدولة، وهي عقود الأصل فيها اللزوم أنه يجب أن يلتزم بهذه القواعد، ومن يخالف يستحق المعاقبه، فمثل هذا الاصل فيها الجواز. يقول هل من كلمه للاخوه الذين يطالعون المواقع المسماه بالمواقع الجهاديه على النت مما ينتج عنه انتشار افكار
منحرفة وسط المنتشرين للسلفية غير جرأتهم على العلماء والشيوخ من خلال مطالعتهم لهذه المواقع. والله الأمر زاد خطورة بالغة في مثل هذه الأوقات فعلا، وذلك أن كثيرا جدا ممن ليس له نصيب من العلم ولم يطالع نصوص الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم ولا في المسائل الشائكة الخطيرة التي تقع في زماننا هذا، بمجرد العاطفة والغيرة يعجب أناس كثيرون ويرضون بكثير من الأمور التي ينكرها أهل العلم لأنها تخالف الأدلة الشرعية وليس ما يجري المسلمين من أحداث مؤلمة لأمر يبيح لنا مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون أهل التزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم حريصون تمام الحرص على أن يطبقوا هذا في معاملتهم مع بعضهم ومعاملتهم مع الأعداء. فمثل هذه المواقع التي يحدث فيها يعني سب لأهل العلم واتهامهم أحيانا بالكفر وأحيانا بالنفاق وأحيانا بالمداهنة وأنهم يسمونهم علماء سلطة أو نحو ذلك، مما يترتب عليه أذية لهؤلاء الأحياء منهم والأموات، مما هو تعد وتجاوز في الحدود، بالإضافة إلى ما ذكرنا من جرأة على تكفير المسلمين وجرأة على الدماء في كثير من المواطن مع عدم ضبط المسائل بالأدلة الشرعية. نحن لا ننقص من شأن الجهاد والمجاهدين، ولكن لابد أن يوضع الأمر في موضعه، وليس كل ما يفعل من قتل كافر في أي موطن فضلا عن قتل مسلم ظالم أو مظلوم يعد جهادا في سبيل الله عز وجل. وإن كنا لا ننكر أن من يقاتل الكفار الظالمين المعتدين على المسلمين هو مجاهد في سبيل الله، ونسأل الله أن ينصر المجاهدين في كل مكان، ولكن لا يعني ذلك الإقرار بصحة كل التصرفات، فلا بد أن تضبط المسائل. وأنا أنصح الإخوة بدلا من تضييع الأوقات بهذه الطريقة أن يأخذوا كتاب فقه ويدرسوا كتاب الجهاد في سبيل الله عز وجل ليعلموا حدود وضوابط الشرع في هذا الباب. وأنصحهم بكتاب أو بمقالات فقه الجهاد في سبيل الله لأن فيها ردا وبيانا لما ينبغي أن نقوم به في يعني في أولويات العمل الإسلامي، وفيه أيضا رد على كثير من الاتجاهات المنحرفة في هذا الباب. وكذلك لابد من ضبط مسائل الإيمان والكفر، لأنه للأسف الشديد أن كثيرا ممن يتكلم في أبواب الجهاد اليوم قد غلب عليه الجرأة على تكفير المسلمين، ومن هنا كان لابد من ضبط مسائل الإيمان والكفر على طريقة أهل السنة والجماعة. وأنا أظن أن كثيرا من الإخوة لم يدرسوا الدراسة المنهجية التي تؤهلهم لمعرفة الحق في هذا الباب، لأنهم يعني الموجود والمتاح الدروس كثير من الدروس العامة، لكن لابد من دراسة منهجية، وهي موجودة بفضل الله سبحانه وتعالى على الشريطة وعلى يعني حتى موجودة في النت، موجود قضايا الإيمان والكفر قد شرحت ودرست قبل ذلك. فهذا الباب باب خطير فعلا، والإعجاب ببعض الأفعال التي يقوم بها بعض من يجاهد أعداء الإسلام لا تبرر كما ذكرنا الرضا بكل ما يفعل في هذا الباب. لابد من الضوابط الشرعية، نلتزم بحرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، وحرمة دماء المستأمنين كذلك والمعاهدين والولو والوفاء بالعهود. فاعتداء الكفار على المسلمين لا يبيح لنا نقض العهود إلا مع من نقض فلم يعد له عهد، ولكن إذا عاهدته بعد ما اعتدى عليك ولم تجد بدا إلا من معاهدته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتدى المشركون عليه وعلى المهاجرين والأنصار وأخرجوهم من ديارهم ظلما وعدوانا، ومع ذلك لما دخل مكة بالعهد دخلها 3 أيام فقالوا العهد الذي بيننا وبينه، فقال نعم، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما دخل مكة وجد الأصنام موجودة منصوبة حول الكعبة في عمرة القضية، ولم يهدمها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما عاهدهم على نقضها، شرك بالله وحول بيت الله عز وجل، ومع ذلك التزم صلى الله عليه وسلم 3 أيام وانصرف ولم يدخل إلا بالسيوف في أغمادها
ولم يدخل إلا بسلاح الراكب والتزم المدة ولم يحدث في مكة شيئا، مع أنه صلى الله عليه وسلم هي بلده وهو أولى بالمسجد الحرام، والمهاجرون هي بلدهم وهم أولى بالمسجد الحرام، مع ذلك التزم بالعهد. ولذلك نقول المسلمون لابد أن يراعوا هذه الأمور، ومثل هذا الأمر لابد أن يعرف المسلم فقه الحال الذي هو فيه وواجب الوقت الذي هو فيه، وفي نفس الوقت يحب من يطيع الله عز وجل بكل أنواع الطاعات. وأما السب والاتهام واتهام النيات والطعن في أهل العلم فأمر سيء وقبيح، ويعني أنصح الإخوة أيضا أن يقرأوا كتاب فقه الخلاف، لأن التكامل بين أهل الإسلام هو الواجب في كثير من خلاف التنوع، وليس أن كل من قام بأمر يعني يكون سيفا مسلطا ولسانا يعني حادا حديدا على من لا يقوم بالعمل الذي يقوم به. ولابد أن يعرف المسلمون أن كل منهم على ثغرة من ثغور الإسلام، فهو يدفع عن الإسلام ويدافع عن المسلمين، فلا يقدح بعضهم في بعض بهذه الطريقة الخطيرة التي تزري بالآخرين وتدخل أمراض القلوب وتفسد على الناس نياتهم وأعمالهم، وما نظن هذا بالذي يأتي بالنصر. ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شر أنفسنا وسيئة أعمالنا. عليكم السلام ورحمة الله. يقول: نريد جوابا شافيا عن التحزب، وهل هو من الأفضلية بمكان، وهل يجوز أن يكون تحزب لجماعة ما يستبعدون منها من يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؟ كلام عجيب جدا. ما أين رأيت هذا؟ هل رأيت حزبا يشترط إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في أحزاب اليوم؟ أما أن تقصد ما هو حاصل أو من اتهامات لطوائف إسلامية كثيرة بأنها حزبية، ومنها ما يتهم به كثير من السلفيين لأنهم حزبيون وأصبحت تهمة، نقول كلمة التحزب وردت ممدوحة ووردت مذمومة. وردت ممدوحة في قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهذا التعاون والولاء على دين الله عز وجل، التعاون على البر والتقوى والولاء على هذا الدين، فنحن نحب من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويطيع الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذا هو الواجب. والولاء على الكتاب والسنة بقدر التزام الإنسان بالكتاب والسنة، والاجتماع على التعاون على البر والتقوى واجب أوجبه الله عز وجل. فمثل هذا التحزب مشروع. وأما التحزب المذموم فهو في قول الله عز وجل: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، يجعلون الدين قطعا يلتزم بعضهم بجزء ويترك الباقي، وكل حزب بما لديهم فرحون ويتركون ما أوجب الله عز وجل عليهم من الإيمان بالدين كله وبما أنزل الله عز وجل في كتابه يؤمنون به كله. فهذا التحزب المذموم. فمثل هذا التعصب الجاهلي الذي يجعل أهل طائفته أو أهل العمل الذي يقوم به هم المقدمون دون غيرهم، وهم الذين يتولاهم ويحابيهم ويؤخر غيرهم ولا يلتفت إليهم ولا يعطي غيرهم حقوقهم الإسلامية، فهذا التحزب المذموم. والتقليد الأعمى الجاهل أن طائفته على حق دائمة وكل من خلفها على باطل، هذا التحزب المذموم. فنقول الحزبية بهذا الاصطلاح أمر مذموم. أما ما يجب علينا أن نفعله فهو أن نتعاون على البر والتقوى، وأما أن يكون للناس من يرجعون إليه في ملماتهم ومهماتهم من أهل العلم فهذا هو الواجب. وهل يتصور أن يكون الناس فوضى بلا أحد يرجعون إليه وإذا دهمهم أمر صدروا عن أمره؟ هذا أمر لا بد منه، وإنما يكون هذا كما ذكرنا لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. فالحزبية لا تكون مذمومة مطلقا ولا محمودة مطلقا، ولكن منها المحمود ومنها المذموم، والتعاون على البر والتقوى هو اللفظ الشرعي. ونقول لا تنابزوا بالألقاب، فهناك من يرمي غيره بالحزبية
ذاما له وللحزبية، ويكون من أعظم الناس تحزبا، تحزبا مذموما، من أعظم الناس تحزبا حزبية مذمومة، لأنه ينابز بالألقاب، لأنه يقلد شيخا بعينه يراه هو المحق دون غيره، ولا يرى خيرا في غيره، ويبخث الناس أشياءهم، ويسب ويطعن في كل من يخالف شيخه هذا، وهو قليل ضعف العلم، لا يعرف ما الفرق بين ما وسع فيه الخلاف وبين ما لم يسع، بل ولا يعرف أدلة المسائل المختلف فيها، وإنما هو مقلد تقليدا أعمى، ربما يصم أذانه عن أن يسمع ما يقوله الآخرون، ويبادر بالهجوم من غير أن يعلم، ومن غير أن يتثبت، وما هذه بطريقة أهل الحديث ولا العلم، أنه لا يتثبت فيما يتهم به الناس، ولا يعني يراجع ما ثبت ما قيل عنهم ليعلم أثبت هو أو لا، وما أكثر الكذب، وما أكثر النميمة في هذا الباب، ولذلك نقول اتقوا الله سبحانه وتعالى في أهل العلم وفي الدعاة إلى الله عز وجل، واعلم أن الغيبة في الأصل محرمة، وأن النميمة في الأصل محرمة، وأنت لست على يقين من أن الذي تغتابه يجوز لك الغيبة فيه بزعم النصيحة، وأنت أنت لا تدري ماذا أتاك من الأخبار، والذي يعني حتى لو كان الرجل في نفسه مأمونا إلا أنه يصدق كل ما يقال له دون أن يراجع المسائل ودون أن يراجع أصحابها ليعلم أقالوا ذلك أم لا، فهذا الكلام يترتب عليه من الفتن ومن الفساد بين المسلمين وبين الدعاة إلى الله ما نسأل الله أن يدفعه عن المسلمين، والله المستعان. ماذا عن دخول القرامطة في المسجد الحرام وسرقته من الحجر الأسود؟ القرامطة كفار في الحقيقة، لكنهم في الظاهر ينتسبون إلى الإسلام، كالباطنية من الفاطميين وغيرهم، كل الباطنية لا يظهرون البراءة من الدين، بل يظهرون الانتماء إلى أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قلت لا يستطيعون أن يظهروا بالكفر وأنهم أبرياء من الإسلام، ولكنهم يظهرون الانتماء إلى الإسلام، يظهرون الانتساب إلى الدين، ولذلك كان حكمهم يختلف، حكم الدخول في طاعتهم وحكم البلاد التي تحت سلطانهم يختلف عن دخول عن الكفار المعلنين بكفرهم، كما يقول ابن حزم وليس كذلك من سكن، ليس كافرا يعني من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والقيروان، لأنهم وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا إلا أنهم إلى الإسلام ينتسبون، ولذلك لم تصر بلادهم، البلاد التي ظهروا عليها بلاد كفر وردة مطلقا، بل هم ظهروا على الحرمين الشريفين، ومع أنهم كانوا يظهرون الالتزام بالدين، فالحاكم بأمر الله مثل القرامطة، وكان يخطب له في الحرمين الشريفين، ورد الحجر الأسود إلى الكعبة، فهؤلاء كلهم كانوا يظهرون الانتساب إلى الدين، أما أن يظهر على الإسلام على بيت الله الحرام اليهود أو النصارى أو المشركون المعلنون بشركهم، فهذا إنما يقع إذا زال من الأرض الإسلام بالكلية، وعند ذلك تهدم الكعبة. نعم هم من المنافقين، القرامطة والباطنية والمسمون بالفاطميين والبهرة وأمثالهم وغلاة الرافضة هم من الباطن من المنافقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.